السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوبن ستريت ماب يعني ايه؟ هو في برنامج او في موقع اوبن سورس اوبن ستريت ماب، بنبقى فيه الخرائط بشكل قوي جدا، وفي برامج كتيرة معتمدة عليه زي ما هنشوف مع بعض. طيب لو احنا بدأنا كده المقدمة، فبنقول ان الجيو داتا المعلومات الخاصة بال منطقة ما بتبقاش مجانية وغالية جدا، وفي دول صعب انها تشير الخرائط ديت. فهو الاوبن ستريت ماب بيخلينا نعمل الخرائط دي بشكل قوي جدا، من خلال ان احنا بنتعاون مع بعض، كل واحد بيعمل حاجة صغيرة، ففي الاخر بنلاقي الخرائط دي موجودة وبشكل مجاني. طيب هو مش برنامج، هي يعني قاعدة بيانات قوية جدا، وفي برامج كتيرة جدا بتعتمد على المعلومات ديت، وهي بتبقى اوبن تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. طبعا في عشان اقرب زين، تقدر تقول ان اقرب برنامج ليه اللي هو جوجل مابس. هم لقوا ان اغلب الناس بتعمل سيرش على اماكن، تقريبا 20% من البحث بيكون واحد بيدور على مكان معين او عايز يروح مكان معين، فقالوا هنعمل جوجل مابس دوت. بس جوجل مابس ما بتقدرش تطور فيه او تضيف معلومه او تبرمج فيه حاجه زي كده، فاحنا لقينا ان احنا ممكن نعمل الشغل دوت ببساطه من خلال ان احنا بنتعاون مع بعض. وفي موقع اللي هو اوبن ستريت ماب، في اكتر من موقع اللي هو اوبن ستريت ماب، وكله بيتعاون. يعني لو رفعت المعلومات بتاعتك على اي موقع فيهم بيظهر في بقيه المواقع ببساطه شديده جدا. في ناس بيبقى معاها جهاز بتاع جي بي اس وتقدر تاخد المعلومات وترفعها. لو انت ماشي في العربيه بتاعتك بتسطب برنامج من البرامج الخاصه بالاوبن ستريت ماب، وتشغل ان هو يصور كل شويه زي ما نشوف مع بعض، فهو بعد كده بيرفع الصور ديت، وتقدر الصور دي تستفاد منها انها تقدر تعرف ارتفاعات المباني في المكان دوت، تعرف شكل الشارع عامل ازاي. لو انت عايز تشتري مكان في المنطقه ديت تقدر تعتمد عليها. طيب من ضمن الحاجات برضه شهيره، سنه 2010 كان حصل زلزال كبير في مدينه هيتي، وبعد كده الناس استغلت الاوبن ستريت ماب انها تقدر تصور الاماكن عشان تدل فرق البحث وفرق الانقاذ على الاماكن اللي فيها مشاكل والاماكن اللي اتدمرت والاماكن اللي لسه كويسه. فاحنا بنجمع الداتا وبنحطها في قاعده بيانات قويه جدا، وبعد كده في تطبيقات بتتولى انها تعرض لك البيانات دي بشكل قوي تقدر ان انت تستغله في الشغل بتاعك. فاحنا اول خطوه بالنسبه لنا كولكت داتا يوزنج جي بي اس ريسيرفر او من خلال حتى الموبايلات العاديه، وبعد كده بنبدا نحطها في قاعده البيانات بشكل دوت. فبيبقى عارفين ان في نوتس اللي هي النقط اللي هي المحلات اللوكيشن تاجز، وفي واي اللي هي الطرق، وفي ريليشن بين العناصر. وبعد كده تقدر بسهوله جدا ان انت تبدا تشوف المعلومات كلها، بنعمل لها ابلود على الاوبن ستريت ماب، وتقدر تعمل اديت للمعلومات، تقدر تحدد مكان معين وتقول ان ده مثلا عباره عن نقطه، ده عباره عن مبنى، عباره عن مكان، ارتفاعه كذا. ممكن الارتفاع ما تقدرش تظبطه من خلال الخريطة من فوق، فبنتعامل برضو بالصور اللي الناس صورتها حوالين المكان ده. برنامج ليومن اللي هو برنامج متخصص في الاظهار المعماري، وفي لو انت جيت هنا وقلت له انا عايز اشغل اوبن ستريت ماب، فبيبدا يجيب له كل المنطقه اللي حواليك، وبتبدا تشوفها 3D، وتقدر تحط المبنى اللي انت عايزه في نص المكان دوت. برضو ممكن برنامج الاوتوكاد نقدر ناخد البيانات ديت ونقدر نشوفها، فنقدر ناخد البيانات كلها وتقدر تعرف المساحة وكل حاجة من خلال الاوتوكاد والسيفل 3D وهكذا. وفي برامج كتير جدا اكتشفت قوة الاوبن ستريت ماب فبدأت تستعين بيه، زي برنامج الانفرا وركس 360، ويقدر نستعين بيه في برامج زي الكيو جي اي اس والارك جي اي اس. بنقول له احنا عايزين بلاجن مانجر ونبدأ ان نضيف الاوبن ستريت ماب، وبعد كده في اي وقت نقدر من البلاجن اوبن ستريت ماب نقول له لود اوبن ستريت ماب فروم فايل، او شو اور هايد اوبن ستريت ماب فيتشر مانجر، او هكذا. فنقدر نحمل المعلومات اللي احنا عايزينها في المساحه اللي احنا عايزينها. وفي الارك جي اي اس برضو ممكن اد بس ماب واضيف الاوبن ستريت ماب، فتظهر معايا بالشكل دوت. نقدر نحملها زي ما احنا عايزين، فبتلاقي امكانيه كبيره جدا ان انت تستعين بالمعلومات ديت وتستفاد منها كتير جدا.
وتقدر تستغلها في تطبيقات لو انت بتبرمج حاجة معينة، وممكن تحملها في الارك جي اس اونلاين برضو تستفاد منها. من ناحية ايه، ممكن تعمل تطبيق مثلا لو في مثلا حد بيشحت، او في زبالة في المكان، او في رشوة في المكان، فانت بتخلي التطبيق ده الناس كلها تطبقه، او الناس الموجودة في المكان مجرد ما يروح مكان فيه اي حاجة من الحاجات دي يروح بس داس كليك، فيكتشفوا ان في مشكلة في المكان دوت ويبدأوا ان هم يحاولوا يحلوها. فلما يلاقوا الناس بتروح مصلحة حكومية كتير وبتدوس النقط دي فيها مشكلة اعملها. كوفيد 19 ظهر عندك حالة مجرد بس تفتح الموبايل وتدوس كليك، فالناس تبدأ تعرف ان المكان ده فيه مشاكل وتبعد عنه. It is in the ArcGIS. دي الفكرة اللي احنا بنشوفها، وهو بتلاقي اماكن كتيرة اتعملت فيها موضوع الاوبن ستريت ماب، ودي اهم المواقع اللي هي ممكن تستفاد منها في الاوبن ستريت ماب. على سبيل المثال في برنامج مثلا مسطب عندي على الموبايل اسمه كارتا فيو، ده بيعمل ايه؟ طول ما انت ماشي في الشارع حط الكاميرا ويبدأ يسجل لك الشارع، تمام؟ بياخد صور كتير جدا، ممكن مثلا ياخد 1000 صورة ولا حاجة. ما بينفعش ولا صورة غير لما انت تروح لمكان يكون فيه وايرلس عشان ما يخلصلكش وقت النت، وتروح دايس تقول له ابلود يعمل ابلود، تمام؟ ده مثلا اهوت، انا مثلا النهارده كنت ماشي وعمال اصور الاماكن اللي انا بمشي فيها، هو بيصور تقريبا مثلا لقطة كل ثانية حاجة زي كده، تمام؟ فمثلا اهوت بيوريك بقى الطريق اللي انت مشيت فيه وصورت مين اللي رفع الصورة ديت في الشارع الكام باستخدام أي برنامج وهكذا. هتقدر تشوف المكان، وهي الخريطة هيت، تقدر تعمل زوم عشان تشوف اللقطة دي صورت فين. فلو انت مثلا بتعمل موديل للمكان فبتشوف الشارع اللي حواليك، فتعرف شكل المباني ديت وكل التفاصيل بتاعتها، تمام؟ اهوت دي الخريطة بتاعت الاوبن ستريت ماب. بتقدر تقول له مثلا عايز اعمل اديت او هيستوري او سبورت او شيء اس تراكس او الحاجات دي كلها. طبعا خليني اقول له لوج ان، تمام. طيب ممكن بعد كده تقول له مثلا عايز اعمل اديت، وتبدا تقول له انا عايز اضيف بوينت نقطه ان ده في هنا محل في كذا، ممكن تضيف لاينز ان في هنا شارع مثلا معين، ممكن تضيف اريا وتبدا تحدد الاريا دي ارتفاعها قد ايه والحاجات دي كلها، تمام. طيب انت لو جيت هنا هتلاقي فيه نقط كتيرة معمولة، لو دوست مثلا على النقطة ديت هيبدأ يجيب لك معلومات عنها لو متوفرة، تمام. طيب لو مش متوفرة انت بقى بتقدر تضيف، تقول له مثلا تعالى مثلا هنا مثلا المكان دوت، تقول له مثلا دي بوينت كذا، وتحدد هنا تبدأ تكتب كل المعلومات دي عبارة عن بارك وعبارة عن كذا، تبدأ تحدد الحاجة دي عبارة عن ايه. خلينا مثلا نقول له ان هنا ده بارك، تمام. وتبدا بقى تكتب الاسم بتاعه، ممكن لاين تحدد بقى ايه الطريق مثلا من هنا لهنا لهنا، تمام. ممكن تقول له انا عايز اريا، هتبدا تحدد اريا معينه وتديها الارتفاع بتاعتها وتديها الخصائص بتاعتها. طبعا هو هيديك برضو الاريا بتاعتها قد ايه بالشكل دوت، فتحدد بقى المعلومات الخاصة بيها قد ايه، تمام. ففي امكانيات قوية جدا. ده التراكس اللي هنرجع اهوت، هنا بيديك الناس اللي حاصلة على النقط. فمثلا انا كنت مشغل الكاميرا لمدة 40 كيلومتر، 23,000 بوينت، تمام. ممكن تقول له جيت ذا ابلكيشن، فيقول لك كارتا فيو موجود على الاب وموجود على الاندرويد وهكذا، تقدر تطبقه في اي وقت. وهو ما بياخدش حاجه من النت كتير، هو بينتظر لما توصل لاقرب مكان وتروح موقف وتسمح له ان هو يعمل ابلود. فاتمنى يبقى عندنا فرق كتير جدا، موضوع بسيط جدا بس محتاجين ان احنا نتعاون مع بعض ونعمل شغل كويس باذن الله. ان شاء الله هحط لكم الروابط دي اسفل الفيديو.